عم يا بينا، طول الليل معك نايم. ما عم يجيني نوم. خير بكشي؟ في موضوع شاغل فكري. شو هو؟ بعدين بتعرفي. كل ما حدا سألك قل له بعدين. أهلين يا بي. كل شي بأوانه. تفضل. حمل وانزاح عن ظهري، وصلت الورقة. ورقة شو؟ ورقة الطلاق. خير مرت عمي، شافتك كتير مبسوطة. خلصت منه. أنا راح أحط الأغراض بالمطبخ عن إذنكم. داعي أنا بحطهم بالمطبخ. خليكي أنتي، زهرة بتحطهم، روحي حطيهم. إيه؟ بدي أحكي معك موضوع. خير أبو جدعان؟ بدي إياكي. ما فهمت. بدي أتجوزك. يعني قرار؟ اسألني بالأول، شي موافقة شي مو موافقة. مهد. موافقة ولا مو موافقة؟ ما بقدر أقول هيك دغري، بدها تفكير. بلا تفكير بلا بطيخ. أنا صار لي زمان كاتم حبي لأنك على ذمة رجال، هلأ ما حدا بيهديني، بقوس على الطاير. وأنا مو لازم يكون الشعور متبادل؟ بكره بتصيري بتحبيني بعد ما نتجوز. شو عرفها؟ بركي ما حبيتها. بعدين بتعرفي. عن إذنك. بوران! عدي! خليني أروح فكر شوي. فكري تحت نظري. قبل ما يصير شي رسمي لا تعيط لي بوران حاف، عيط لي ست بوران. بعد ما اجت ورقة الطلاق ما عاد نادي لك غير بوران حاف، خلاص انت صرتي الي. طيب خليني اروح. روحي. مشي الحال ضبعتها. تعالي هون بلا مشاكل. شلون ملاقي لي حالك عريس؟ اكرم على سكرمة. بدي اياك تكتر لي الملبسات. ها تفضل. اجرك اليمين يا عريس. ايوه ما تبلو. مرحبا نسوانو، تسلموني بهالتريسه. بدي تبع الكونكا، مو ناقصكم غير هالجوكه. لك ابوك يا جواز مع حدا. قومي 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 على الغسيل، وانت على الطبخ، وانت على المسح، تحركوا وانت ساوي لنا قهوه. قومي. ايه بس تكون حلوه يا حلوه. ايه ابو طمزه. اهلين بك يا عفو. خلي ابوها يقنعها، شايف لك راسها يابس هالبنت. ولا يهمك، بكره ابوها بلطشها كفين على خلقتها بتقتنع دغري، اصلا هي واقفه بوش اخواتها. مالي عارفان شو اللي مو عاجبها فيني، مع انه انا لقطها. هلا لا تفكر بهالموضوع، المهم هلا تزبط لي امورك، وتفكر كيف بدك تزبط المطبخ خليه لي بالعروس الجديده. طيب شو حتعمل هلا انت عفو؟ هلا ببعث لك حنان تبرم لها راسها. ايه قوم الله يخليك. خلص شوي ثاني. لا لا هلا عفو الله يخليك. هلا. يا حنان. حنان. نعم. روحي لعند اختك وبرمي لها راسها. ايه تحركي. شلوني معك ابو طمزي؟ هي بعثت لك اياها. تسلم لي يا عفو. عفو بس تجي لعندكم بعد وراي، بركي اذا شافت حالي بتتاثر. بشو بدها تتاثر؟ بجمالك ولا باناقتك الزايده؟ لا بس يمكن اذا شافتني تشفى علي. عفو انا كثير درويش. عفو معلش ابو طمزي معلش. يابي يا يابي خليه نايم، خليه مرتاح. يابي اجا بديع. جيت عمي. زهرة طلعي لبرا. لوين؟ روحي لعم مرت عمي. ايه بتكون نايمة. فيقيها وعدي عندها. هيك بدها؟ ايه مثل ما بدها. انا رايحة. سكري الباب افاكي. خير عمي؟ بدي امك. شو؟ طالب ايد امك. لك حلو عن امي بقى، اتركوها بحالها، لسه ما لحقت تطلع. هاللحظة عم بستناها من سنين. امي مو لجواز. لا تعمل لي قلا قلا. عمي انا شو دخلني؟ القرار الها. طبقتها. لا تحكي لك عن امي. عم تطبخ لك شي؟ لا. عم تغسل لك شي؟ لا. عايش على طبقها شي؟ لا. لكن ليش واقف بطريقها؟ يا عمي شو هالحكي اللي عم تحكي؟ امي مرة كبيرة ما عاد تخرج جواز، يعني انت لازم تفكر بموضوع لحالك، حل عنا. صحيح هي كبيرة بس انا مو ابن 20. بصراحة عمي ما بدنا نصير على الكالسة العالم. شوفها ضيقت لي اخلاقي، ان قلت ايه وان قلت لا بدي اتجوزها، فوافق وقول ايه احسن ما تبهدل حالك. بهدل حالي؟
وإذا قلت لا بأوصك بدال الكلب الأسود. طيب خلينا نسألها بأول. إيه؟ لا تسألها، بلغها. موافقة. إيه بس بلا طني ورني، ها؟ مو ناقصنا مسخرة. ما بدها طني ورني، بنكتب الكتاب بالمحكمة وخلاص. بس مو هلا. لكن إمتى؟ بعد العدة بشي شهر، شهرين. ليش؟ ما بده يقولوا طلقت من هون تجوزت من هون، بعدين بيفكروا إنه كان في بيناتنا شي من قبل. يلي بيفتح تمه بقوصه. ما بدي اياك تقضيها بالحبوس، صبرت كل هالمدة، صبر لك هالشهرين، ما فيك تصبر. بعدين بدك تنسالي شغلة القواصة، هن مسلمينك الجفت بس لا تقوص كلاب. ويلي ما بيحترم حاله، القواص أحسن له. يا بي، ما كنت تاخذوا رأي شفيق وغادة؟ هو علينا، شو خص شفيق وغادة بالموضوع؟ أحسن ما يقولوا إنه الشغلة من ورا ظهرهم. رفع عتب أبو جدعان، رفع عتب. إذا رفع عتب شو عليه؟ الله يوفق لنسفق. شو نسفق؟ شو نسفق؟ لسه ما فكرنا. مين أنت موافقة؟ شو موافقة مو موافقة؟ حاوطك بالكفكير من عين أم تيسير. عم تسأليها إذا موافقة، مالك شايفتيهم شلون متفقين خالصين؟ قولي إيه وخلصينا. ما بدي أقول إيه، إذا ما قلنا إيه ما بيصير شي. هلا أنا مو كل ما بدي أتجوز بدكم تزلوني. مو إذلال، لا، بس نحنا قلنا رأي. سألناك عن رأيك، قول ايه. سألتيني عن رأيي وبدك ياني قول ايه؟ رفع عتب يعني. ايه نعم، رفع عتب. انا لو صار لي شي بتزتوني بالشارع، من حقي يكون في عندي رجال يحميني. بوران؟ نعم. يلي عجبه عجبه، اللي ما عجبه ينط على الحيط ويهز بدنبه. عمي شو هالمنطقة؟ يعني انت ما بصير تقنعنا هيك بالعياط والبعبرة والضوء والقتل. جاهزة؟ جاهزة. خلينا نروح. لوين؟ بدي اشتري لها فستان جديد. أمك ما بصير هيك تضل بهالأواعي العتب. شايف؟ بلش يدبر حجج مشان يستفرد فيها. لا ما حيستفرد فيني، زهرة رايحة معنا. يا غادة، أمك من يوم ورايح خطيبتي، يعني من حقنا نطلع ونروح ونجي مشان نتعرف. يا بي أنا جاهزة. يلا امشي امشي امشي. شو القصة هي؟ بنلاقي حياة بتبيع شاي ناس، بنلاقي شاي ناس بتبيع نانا، شو هالقصة؟ حنا أهلين بابا. أهلين بابا، أهلين. أختك حياة لساتها عندكم؟ لا، من الظهر راحت من عنا. إيك بنتي والله انشغل بالي عليها، خايف يعني يكون صار لها شيء. لا بابا، لا ما صار لها شيء، بس هربت. شو هربت؟ شلون هربت؟ شلون هربت؟ احكي احكي. بابا هربت لأنك بدك تتجوزها لأبو طنزة. أبو تامر زازا ما عنده بنات تهرب. بكسر رجلي يا زكرتري على الكلام صحيح. فوت بابا فوت. لا بتفوت تضربي انتو اياها. ايه انا رايح على المخفر دور عليها. لبوا وتعبوا، شو هالبنات هي؟ 16 بنت تركوني. بدك حاجة تقمزي وتنطي فوق راسي مثل السعداني، خلصنا بقى. امي دخلت شفيه صارت الساعة 12 بالليل ولهلا ما اجى. مع ابو جدعان ابو بطيخ. هو لانه مع هذا ابو بطيخ ابو جدعان انا خايفه. بالعكس، لانه مع ابو بطيخ ابو جدعان لازم ما تخافي، لانه ابو جدعان ما تشوفيه هيك بس طيب، ويلي بقلبه على راسه لسانه مثل القط الصغير. لا تلاقي ولا انا رايح بلغ الشرطه. لك ليش الشرطه؟ لك شو شرطه؟ ما شرطه صارت الساعه 12 ولا لا ما بينوا وخرجوا ولا بيعود ليكون صاير معهم شيء. مشلوشين انت واخوها. ها ها، اسمع اسمع صوتهم جايين عم تكركروا بالحاره. فوتي فوتي. ليش لهلا؟ فوت بحكي لك جوا. تعال. ليش لا بدي يعني؟ امي فهميني ليش تاخرتي؟ عمك ابو جدعان. من يوم رايح لحدا ينادي لي ابو جدعان؟ ابدا. ها ليش يا ابي كمان مستحي من اسمك؟ انا طول عمري ما كنت استحي لحتى استحي هلا، بس حاسس انه شبوبيتي عم ترجع لي وابو جدعان عم يكبرني. شو بتحب النادي؟ لا ممدوح. عمك ممدوح اخذني عند كواكة الشعر. كوت لو انا ما كوت لي. للساعة 12 امي، للساعة 12 عم تكوي شعري؟ لك لا، ما رضي الا ياخذنا لاخر الخط يشممنا الهواء، وما رضي الا من هنيك نروح على الرب ونتعشى. عشاها ولقبها وانا تركني مثل الدبه على الطاولة. امي؟ امي وين اوعيكي اللي كنتي لابستيهم؟ وين
شلحتيه؟ عمك ممدوح اشترى لي هذا الفستان، فتت قسته، جيت لاشلحه، قال لي لا خليك لابستي لا تشلحي. حلف مليون يمين ومليون عظيم لتضل لابسته، اما انا عجبني الفستان، انت اللي ابتدي لي اياه يا ابي ابلي خلاص. خلصي كل شيء اشترى لك اياه المحروق بتكبيه، ما بتحطي شيء على جسمك من اواعيه. ليش هو شاري لي شيء؟ انا كل شيء شاريته. ولو كل شيء كنت تلبسي له اياه تنهيه، تلبسي لي جديد. جديد كل شيء جديد يا بدي لك هالمصاري يا بي، شو قاعد على بنت طول عمري بالله اشتري لي اشتري لي اللي ما في بليلي بقتلي انا بحفر الارض وبجيب لها مصاري لبوران ولا يهمك.